طبعا يلا قوموا روحوا ناموا بلا سهر. ما خلينا شويه ما بس نكمل الفيلم هذا بس نكمله بس. نعم طيب انتوا واضح شكلكم اليوم ناويين على سهره. المهم بعد ما يخلص الفيلم روحوا ناموا ان شاء الله. يلا طيب يا امي بس انا بغيت اتكلم معاك عن موضوع. خير اسمعك قول. بكره صديقي منير عازمنا على حفله عيد ميلادهم يعني بصراحه يعني يا ريت لو توافق اني اروح هذه الحفله. انت تعرف رايي في هذه المواضيع يا امي. يعني افهم من كلامك مش موافق اني اروح هذه الحفله؟ طبعا لا. وشيل من راسك فكره مثل هذه. واستعد بعد ايام تدخل دوره تدريبيه في الكمبيوتر. فاهم؟ وانت بعد انتظارش دوره في اللغه الانجليزيه قبل لا تدخلين الجامعه. انا جاهزه. إذا تريدي حتى من بكرة. أرجوك ما أبقى إني أروح هالمرة بس هالمرة والله وعدك إني ما أتأخر. إحنا انتهينا من هذا الكلام. ما أنت تعرفي لما تصري على شيء كأنك حرمة عجوز متسلطة مثل اللي نشوفهم في الأفلام والمسلسلات.
محروزة أمي، أمي بعدها صغيرة. المهم خلوا عنكم الكلام الزايد، أنا داخل أنام، ما أوصيكم، صقوا التلفزيون وناموا بعدين. إن شاء الله. ما أنت زعلتي من كلامي؟ أنا ما كنت أقصد، أنا كنت أمزح معاش بس. لا لا، لا تشيلها. تعرفي لما تصر على شيء كأنش حرمة عجوز متسلطة مثل اللي نشوفهم في الأفلام والمسلسلات. أمين ما بتكمل الفيلم؟ رايح أنام، حاس نفسي بنفجر لو جلستني أكثر. وإيش اللي مضايقك كذا؟ ما أعرف أمي لمتى بتعاملني مثل طفل صغير، أقولها رايح مع أصدقائي تقول لي لا تروح. أمين ترى أمي تخاف علينا. أوه أنتي بعد. السلام عليكم. السلام عليكم ابو غسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل ولا اروح؟ ايش تريد يا مرشد؟ قول اتفضل وبقول لك ايش اريد. تفضل.
أشوف المزرعة عامرة عامرة. قول اللي عندك يا مرشد وأنا سمعك. والله إيش أقول لك يا أبو غسان يا أخوي، في الحقيقة أنا مستحي منك. نعم مخجل مخجل نعم، لكن الظروف القاسية هي اللي خلتني أجيك، ولا أنا مستحي؟ نعم يا مرشد، بدون لف ولا دوران ادخل في الموضوع على طول. ايش اقول لك بس يا سيف يا اخوي، ايش اقول لك، انا في الواقع محتاج فلوس شوية. الديانة يا اخوي الديانة يطالبوني، هالكيني ما مخليني واقفي عند باب بيتي. نعم ولاحقوني بالسوق، ما قادر اتحرك منهم. وقلت عاد في نفسي، ما حد ينقذني غير اخوي وصديقي حبيبي ابو غسان. نعم انا يا مرشد. انت عجبني. اي بس يا مرشد، انا من هنا اجيب لك، انا ما عندي فلوس عشان اوفيك. انا ما اريد اتسلف منك فلوس يا اخوي ابو غسان، انا جاي اطالب فلوسي اللي سلفتك اياهن قبل كم سنه. والله انا الحاجه اللي جابتني يا ابو غسان. اي نعم، ولا انا كنت ساكت ساكت عن الفلوس، حتى ما يجيب السيرتنا ابدا، وحتى اخو خميس بعد ما يعرف شيء عن الموضوع ابدا. ساكت؟ كيف ساكت يا مرشد، وانا كل شهر ادفع لك فوائدهم والدين مكان. انا ما لي اطول عليك السالفه، حاول تدبر لي المبلغ اليوم ولا بكره، ترى موعد الرهن قرب ينتهي وانت حرعد. اعتقد تعرف مرشد زين، انت ما يتنازل عن حقه مهما يكون، فاهمني؟ مالك مبجب كلاب؟ خليني كده محتار. الرهن همي حرق أعصابي ودمي، حظي العاثر على جرحي كوى بالنار. مالك يا سيف؟ ايش اللي مضايقنك؟ ليش راجع من المزرعة من وقت؟ سيف، أنا كلمة يا سيف. خايف يا حبيبي. خايف؟ من إيش خايف؟ خايف من الزمن لا تنقلب موازينه، خايف من الريح لا تعصف ابنه ترمينا بعيد، خايف لا أكون أنا السبب في اللي ممكن يصير فيك. خايف خايف يا حفيظة خايف. اليوم أسمع نغمة جديدة في كلامك يا سيف، إيش السالفة؟ لا سالفة ولا حكاية يا حفيظة. كيف؟ كيف وانت جالس تنوح يا سيف؟ ايش اللي مضايقنك لين كذاك؟ ما في شيء، ما في شيء، ما يستوي ما فيك شيء يا سيف. سيف لا تخبي علي، انا زوجتك وام اولادك. ايش اللي بس ممكن اخبي علي يا عفيف؟ كل السالفه ان انا تعبان شوي، وهذا اللي انا خايفه منه يا سيف، لا يكون رجعت لك أوجاع القلب مرة ثانية وما تريد تخبرني. من هذه الناحية تطمني،
العملية اللي سويتها قبل سنتين كانت زينة وناجحة. حكي بإيش السالفة؟ الله يلعن الحاج يا حبيبي. الله يلعن الحاج. زين زين، هذا الغوازي واحد باقي واحد واحد. خذ يا 50 بيس يا حاج. يا الله، بيت منو انت ومو اسمك؟ زهرة بنت سعيد. بنت سعيد، هو عليك يا سعيد، هو عليك. هاي يكفيك، ما تشبع من الاولى. أنا أبغى واحد وما محصل. بسم الله عليش. بسم الله بسم الله بسم الله. لو الله سبحانه وتعالى باغي رزقك بأولاد كان رزقك، لكن نشوفك أنك ما تستحق، وهذا عقاب من الله سبحانه وتعالى حالك، والله ما يضرب بعصا. أنا أقول هذا الكلام ما يطلع إلا منك أنت يا خميس. على كل مشكور. تفضل تفضل استريح، تعال. أنا ما قاعد أتفضل عندك، والله لا يجيب ذاك اليوم إني أتفضل عندك. توعد؟ نسيت لما جيتني وكنت محتاج؟ نسيت لما سدن كل البيبان في وجهك؟ نسيت يوم جيت تترجاني؟ نسيت؟ هذا جزائي إني وقفت معاك وساعدتك؟ لكن أبو يقول خير تعمل شر تلقى. ما بقى غيرك أنت تسوي معروف وخير في الناس. الله يلعن الجهل، بيعتني مزرعتي الظالم وخليتني أشتغل فيها بيدار. منك لله، منك لله. إذن أقول لك خميس، سيف أخوك عنده خبر الموضوع؟ يعني قصدي أني أنا صرت صاحب المزرعة. ولا تخاف يا خميس، لا تخاف، انا ما بخبرها، بيظل هالكلام سر بيني وبينك. اي نعم، الي ما تاخذ المزرعه من جديد وتشتريها وبالسعر اللي انا حدده. والحين ترى خليك بيدار فيها، ما مشكله. اظن جايب لي قيمه اللي بعته الاسبوع الماضي اذا ما كنت غلطان. حاشاك عن الغلط، حاشاك عن الغلط يا شيخ التجار. حلوة هاي. شيخ التجار حلوة، والله العظيم حلوة منك يا خميس. يا ريت كل الناس يقولوا لي شيخ التجار. حلوة والله العظيم. تفضل، هذه 100 ريال، والله يخلصني منك إلى الأبد إن شاء الله. والي. بس يا خميس، لو تطاوعني وتوافق على اللي في بالي كان بتنازل لك عن كل اللي عليك، وبرجع لك أموالك كلها اللي فوقهن هدية بعد. أوافقك على إيش؟ إنك تزوجني بنتك سلمى. إيش قلت؟
خير يا ابوي؟ ايش فيك؟ اجيب لك الغداء؟ مالي نفسي يا بنتي. صباح الخير استاذ سمير. صباح النور. ها حد اتصل فيني؟ ايوه عبد العزيز ابراهيم. لا استاذ عبد العزيز ما اتصل. كل اللي اتصلوا اسمائهم موجوده عندي، اجيب لك اياهم؟ لا يا ريت لو قبل كل شيء تخلينهم يسوي لي كوب شاي، وبالمرة نادي للأستاذ عبد الحميد مدير المشاريع، وبعدين دخلي لي البريد. تعلم شيء ثاني بعد؟ لا شكرا. على فكرة يا ريت لو تلغي لي كل المواعيد اليوم، ما قادر أقابل حد، تعبانة شوية. سلامتك أستاذة. الله يسلمك. ألو. أيوة إيمان، كيف الحال؟ والله شو اقول لك، تعبانه شويه، البارحه طول الليل ما قدرت انام، موضوع عبد العزيز مسوي لي قلق، كيف ما اقدر افكر الله يهديك، وانا ما عارفه هو ايش اللي يريده مني. تفضل سمعيني، انا احتمال ما اقدر اكمل دوام الشركه. ايوه طيب بمر عليك ونتغدى مع بعض. لا لا طيب خلاص اتفقنا، مو مشكلة، ان شاء الله نلاقي حل لموضوعنا لما نلتقي. طيب يلا يا ايمان حياك. صار شيء لا سمح الله؟ والله خايفة انه يصير شيء. عارف من كان معي في المكتب امس؟ عبد العزيز اخو المرحوم زوجي ابو امين. عبد العزيز؟ ايش يريد هذا بعد العمر كله؟ هذا اللي ما قدرت اعرفه، وانت عارف عبد العزيز ما يجي الا ورا مصايب. ام امين لو جاي بموضوع من مواضيع الشركة فأنا أتصدى له، أما لو كان جاي بموضوع خاص فالقرار عندك. موضوع خاص مثل إيش؟ يعني أنا أقول يمكن جاي يكرر طلب الزواج منك. شيل من بالك كلام مثل هذا، هو جاي لموضوعين. الموضوع الأول عرفته، والثاني ما جاب سيرته أبدا. اسمعني يا عبد الحميد، لما يجي عبد العزيز مرة ثانية الشركة يا ريتك لو تكون معي. وبعدين موضوع المجمع اللي قاعدين نسويه ما ريده يعرف عنه شيء أبدا، ويا ريت لو تخبره صالح بهذا الكلام. حاضر يا أمين، حاضر. طيب تقدر الحين تروح مكتبك. تفضل. خير.
ذكرت شيء يا عبد الحميد؟ عزيز من سميرة. أنا ليش ما فاتحتها في الموضوع؟ إلى متى أظل متردد كذاك؟ إلى متى؟ السلام. وعليكم السلام. غسان، سلمى موجودة في المزرعة؟ سلمى موجودة في البيت ما في المزرعة، ولا أنت ظليت الطريق البيت؟ ها؟ لا، أنا كنت أفتكر أنها موجودة في المزرعة. على العموم شكرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله يا ريتك لو تقرأ هذه القصة يا غسان، وأنا متأكد أنها بتعجبك. شو معنى هذه القصة بالذات؟ لأن شخصية بطلها قريبة من شخصيتك، وفوق هذا كله أنه أبوه خاطب له بنت عمه. إيش؟ بس الفرق اللي بينك وبينه أنك أنت تريد بنت عمك سلمى، وهو رافض بنت عمه. وإيش الأسباب اللي تخليه يرفض بنت عمه؟ يقول أخونا إنه يعتبرها مثل أخته الصغيرة،
لأنهم متربين مع بعض من يوم ما كانوا صغار. ما حق، أقصد يعني يمكن إنه شايف إنها ما تناسبه، أو يمكن يحلم بوحدة ثانية، أو يمكن يفكر في حلم يريد يحققه. أشوفك حللت شخصية البطل بسرعة يا غسان، أنت قريت القصة ولا إيش؟ طبعا لا، بس كأني أعرف البطل. وبعدين أنا من متى أقرأ قصص يا حسان؟ أنا الكلام اللي جالس أقول لك إياه نتيجة حتمية لعلاقة هذاك الشاب ببنت عمه. بعدني ما فهمتك وش تقصد. كمل قراءة القصة للآخر وبتعرف النهاية بنفسك. من على الباب؟ هذا مرشد. مرشد يا سلمى، فتح الباب مرشد. أنا مرشد، خير إن شاء الله؟ إيش صاير؟ ما صاير شيء، ما صاير شيء، لكن كله خير يا سلمى، كله خير. وطول ما أنا موجود ما بتشوفي غير الخير. هين أبوي؟ أبوي عاد نايم، وش تريد منه؟ نايم مرشد؟ ايش اللي جايبنك في هاي الساعة المتأخرة؟ ما بتقول لي تفضل بتخليني واقف كذا قدام الباب؟ لا اقول لك تفضل ولا اريدك تجي قدام باب بيتي، مفهوم؟ ايش؟ مثل ما سمعت، ولا تراك بتشوف شيء ما شفته في حياتك. ليه يا خميس؟ ليه؟ أشوفك ساكت ولا الأكل نساك الكلام اللي بغيت تخبرني عنه؟ لا ما نسيت يا زكية، الله يسلمك جاني مشتري حال قطعة الأرض اللي عند مدخل السوق. تعشي انت خبرتيني من زمان، دور لي على مشتري، وتو المشتري موجود وجاهز وفلوسه جاهزة ومستعد يدفع 15,000 ريال. والله مبلغ زين يا عمي. أي زين وما زين، لا تتدخلي في اللي ما تفهميه. بس يا مرشد 15,000 ريال؟ لا 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 با، أنا ما أبيع بأقل من 20,000. لا تنسى إن الأرض تجيب أكثر من كذا، وبعدين هي سكنية تجارية، موقعها ممتاز ومساحتها كبيرة. ولا أنا أعلمك شغلك يا مرشد، إلا إذا كان المسألة فيها شيء ثاني. فيها شيء ثاني؟ يعني كيف يا زكية فيها شيء ثاني؟ إذا كنت شاكة في السعر أنا بجيب لك المشتري لغاية عندك وانت تفاهمي معه. يا فتح يا عليم، يعني لازم كل يوم الصبح على هذه الحالة؟ بصراحة هذه ما صارت عاد. قولي هذا الكلام حال أمك يا فاطمة، قولي لها
يا عمي انت ما تعصب كذاك، ترى امي ما قصدت شيء. لا يا فاطمة، امك تقصد، وكل يوم تسمعني هذا الكلام اللي يسمي البدن، اظني انا بسرقها، ما تحسبني ان انا احب مصلحته. انت خلي عنك هذه السالفة، خبر الشاري اذا عنده وبيدفع 20,000 انا ما عندي مانع، بيع على طول. انت حرة يا زكية اللي تشوفيه. يعني الخطة فشلت و10,000 ريال ضاعت علي. لا تخلي لي أعيد لك الكلام 20 مرة، الأرض 20,000 وبيع على طول. وكيف أبيع على طول؟ كذاك من هنا والدرب الله يهديك يا زكية. يعني إيش يا مرشد؟ يعني الأرض أرضك، وبعدين أنا ما عندي حتى توكيل، هذا يستوي يا ناس؟ ما يستوي أصلا. ليكون تفكر في موضوع التوكيل العام مرة ثانية. عجب، كيف أقدر أتاجر بأملاكك وزيد ثروتك وأنا حتى توكيل ما عندي ولا تخويل؟ جالس ذاك الدكان حالي حال أي باع ثاني. أهد كلمة يا فاطمة، قولي شيء، قولي حال أمك إذا كنت أنا غلطان. والله يا عمي موضوع التوكيل هذا تتفهم فيه مع أمي، لأنها بصراحة ما تبي أحد يناقشها فيه. زين، اللي تشوفيه أنت وأمك، أنا ما تهمني غير مصلحتكم. زين يا زكية، عجب، خلينا نتمم هاي البيعة، وإذا صارت تصيري معي سجل عقاري ونتمم الموضوع بشكل رسمي، وتاخذين فلوسك وتوديهن بروحك البنك. أنا هذا عاد اللي يضايقني، الوقوف في الطابور، وأنا ما أحب عاد الزحمة البر وخاصة البنك. يلا يلا إنه يكربني. والله عاد الأمر راجع لك يا زكية، وبعدين خلينا بالأول نشوف المشتري بيوافق على المبلغ اللي طلبتيه ولا. زين يا زكية زين، الجايات أكثر من الرايحات. لو يوم من عمرك وعشت في سأم في نفس الزمان تفقد الأمان.